التحالف العربي والحكومة الشرعية بالإضافة إلى ألوية العمالقة مستمرون في التقدم ضد الأذرع الإيرانية المتمثلة بالحوثيين، وهذا ما جعل الحوثي اليوم أن يقوم بهجوم ضد المنشآت المدنية في الإمارات العربية المتحدة. دعونا الآن نرى ما الذي أزعج الحوثيين بالدرجة الأساس من هذه الهجمات. هنا كما نرى هذه هي الجبهات المشتعلة في مأرب تحديدا، هنا هذه هي مأرب وهذه هي مناطق السيطرة التي ترونها هنا بهذا الاتجاه، بهذا الشكل التقريبي الذي ترونه من هذا الاتجاه تسيطر الحكومة الشرعية والمقاومة الشعبية، بالإضافة إلى هذه الجهة التي يسيطر عليها الحوثيون، وأن هنالك كرا وفرا مستمر. بالنسبة للحوثيين للمناطق والنقاط الرئيسية الاستراتيجية التي يسيطرون عليها هي هذا الجبل، ألا وهو جبل البديع، وهنا معسكر أمريش، وهنا منطقة اسمها اللظة هي مرتفعة تقريبا، وكذلك أن الحوثيين موجودين هنا في منتصف تقريبا جبل البلق الشرقي، هنا في منطقة تسمى الأريالات هي التي يسيطرون عليها، وكذلك بأنهم كانوا أيضا مسيطرين على نقطة هنا بهذا الاتجاه ألا وهي تبة الفليحة التي كانوا يسيطرون عليها، وفيها معارك ضارية قد تكون حتى هذه اللحظة بالنسبة لهذه القضية. فلذلك على هذا الأساس بالنسبة للحوثيين الإمداد مستمر، الإمداد من معسكر أمريش بهذا الاتجاه إلى البلق الشرقي، وكذلك بهذا الاتجاه من لظى إلى البلق الشرقي في هدف رئيسي بالنسبة إليهم. طبعا بالنسبة لهذه السيطرة التي نتحدث عنها هنالك رغبة كبيرة بالنسبة للحوثي على المستوى الاستراتيجي أن يسيطروا على هذه النقطة ألا وهي الفلج أخذ البلق الشرقي طبعا قبل ذلك، وكذلك التوجه إلى البلق الأوسط ومن ثم التوجه إلى مأرب بهذا الشكل. هذه هي خطة الحوثي بشكل مختصر، ولكن المفاجأة كانت قادمة في 24 الساعة الماضية بالنسبة على مستوى تنسيق عالي جدا بين التحالف العربي والحكومة الشرعية. التحالف العربي قام ب64 غارة جوية مكثفة على الحوثيين على عدد من المستويات، والمستوى الأساسي هو جاء على مأرب، والمستوى الآخر هو جاء على محافظة البيضاء ألا وهي محاذية إلى هذه المحافظة ومحاذية أيضا إلى شبوة ومجاورة لها، وذلك من أجل تخفيف الضغط الموجود من قبل الحوثيين تجاه الحكومة الشرعية. هذه الضربات التي جاءت بحسب وكالة الأنباء السعودية أدت إلى مقتل 280 من الحوثيين، بالإضافة إلى تدمير 30 آلية عسكرية. وأهم ما جرى من هذه الضربات هي ضربة جوية على الأريالات بهذا الاتجاه، وضربة جوية كبيرة تعرضت لها هذه المنطقة الفليحة، تبت الفليحة بهذا الاتجاه، وهذا ما طبعا ما دفع بالحكومة الشرعية بالإسراع بعد هذه الضربة للتقدم والسيطرة على تبت الفليحة التي ترونها هنا، وبالتالي هذا الأمر أعطاهم سيطرة نارية كبيرة على هذه النقطة، أصبحوا مسيطرين ناريا، وبالتالي أوقف هذا الأمر كل الدعم الذي يأتي من الحوثيين تجاه البلق الشرقي، فبالتالي خفف الزخم حتى هذه اللحظة. وكذلك بالنسبة لهذه القضية وما جرى هو يفتح فرصة كبيرة جدا ومهمة بالنسبة للحكومة الشرعية من أجل الضغط بشكل أكبر على الحوثيين، أنهم الآن لديهم الإمكانية الآن بما أن خط الإمداد للحوثي للبلق الشرقي بهذا الاتجاه فقط، هم قادرون أن يتقدموا بالنسبة للحكومة الشرعية بالضغط على هذه النقطة ألا وهي لظى من أجل السيطرة عليها وأخذ هذه المنطقة وإيقاف هذا الدعم، وكذلك الحصول على سيطرة نارية أخرى، وأقصد بالسيطرة النارية أي أن الحوثيين لا يمكنهم التقدم بعد الآن لأن النيران دائما سيكونهم تحت النيران. وعلى هذا الأساس الحوثيين الموجودين هنا في العادة في مثل هذه المواقف العسكرية سيقعون أسرى أو يقتلوا جميعهم بهذا الشكل، ولكن الحوثيين لا زالوا يمتلكون طبعا جبل البديع الذي ممكن أن يشكل مشكلة بالنسبة إلى لظى أو حتى دعما إلى معسكر أمريش بهذا الاتجاه من أجل الضغط طبعا على الحكومة الشرعية. الغطاء الجوي له دور كبير وفعال في هذه القضية لأن هذه مساحات مفتوحة على الأرض. وعلى هذا الأساس بالنسبة للحكومة الشرعية بهذا التقدم الكبير الذي جرى بهذا الاتجاه وهذه الفرصة التي تحدثنا عنها، الهدف الرئيسي هو معسكر أمريش أن يسقط هذا، أن يتم تحريره من الحوثيين بشكل مباشر، لأن هنالك
ذلك سببا استراتيجيا هو يجري من جهة أخرى من التقدم الذي يجري من ألوية العمالقة، هذه القوة الكبيرة التي أثبتت الكثير في الفترة الماضية. طبيعة السيطرة التي نتحدث عنها دائما هي تأتي بهذا الشكل تقريبا، من هنا طبعا عسيلان بهذا الاتجاه التي سيطروا عليها، وكذلك هنا أيضا بيحان بهذا الاتجاه تقريبا، وهنا مديرية عين. المعركة الكبيرة التي تجري الآن هي تجري في حريب، مديرية حريب التي يسيطر عليها الحوثيون، وهنا كذلك في لصاد، وأيضا هنا في ملعى متواجدين الحوثيين ويحاولون الدفع بهذا الاتجاه، الدفع باتجاه شبوة للسيطرة عليها مرة أخرى. وكذلك علينا ألا ننسى بأن الجوبة مسيطرين عليها يعطون دعما كبيرا بهذه الاتجاهات إلى معسكر أم ريش الذي تحدثنا عنه والذي يسيطرون عليه. طبعا هذه القضية يجب أن ننتبه بأن ألوية العمالقة لديها دور كبير جدا في هذه الأمور بعد تحريرها إلى شبوة، هي تحاول الضغط على حريب بهذا الاتجاه وأيضا بالاتجاه المباشر، ولكن تحاول الالتفاف على حريب، هي تحاول الضغط على الحوثيين بهذه النقطة لأنهم سيلتفون، سيضعونهم تحت فكي كماشة، هذا هو الهدف الأساسي بالنسبة إليهم. لذلك الفليحة بالسيطرة عليها بهذا الشكل هم يحاولون أخذ معسكر أم ريش، وذلك من أجل القدوم إلى ملعى للسيطرة عليها والسيطرة على ملعى، وبالتالي جعل مديرية حريب عبارة عن مسألة وقت لكي تسقط وتنتهي ويتم تحريرها من الميليشيات الحوثية، وبالتالي الحوثيين لن يعود لديهم الكثير لفعله هنا إلا والانسحاب إلى مديرية اسمها مديرية العبدية بهذا الاتجاه، ومحاولة الحفاظ على مرتفعات القنذع التي يسيطرون عليها. ولكن بالنسبة طبعا لألوية العمالقة هم ضاغطون بهذا الاتجاه على القنذع لكي يخففوا الضغط الذي يجري من هذه المعارك. مسألة وقت وضربات جوية مستمرة، كانت هنالك 3 ضربات على أطراف حريب بهذا الاتجاه، ممكن في أي لحظة تسمع عملية الانقضاض والسيطرة على هذه المنطقة، وبعدها التوجه للسيطرة بشكل مباشر على مأرب. تحرير شبوة وكذلك هذا التقدم الذي نلاحظه على المستوى الاستراتيجي بالنسبة للحكومة الشرعية ألوية العمالقة والتحالف العربي هو الذي أزعج الحوثيين، وهو الذي جعلنا أن نرى واحدا من المناظر الهائلة للضربات التي جرت اليوم في الإمارات العربية المتحدة وتحديدا في أبو ظبي. بهذا الشكل جاءت الصور لهذه الانفجارات التي تمت طبعا على صهاريج مهمة جدا في المنطقة الصناعية الموجودة في أبو ظبي. وإذا ما أردنا أن نتعرف على تفاصيل ما الذي جرى، كيف تمت هذه العملية، هذه العملية إذا ما جئنا إلى تفاصيلها قليلا لكي نتعرف عليها، أولا هذه بحسب التحالف العربي أكد بأن الطائرات المسيرة هي انطلقت من هذه النقطة هنا، هذه اليمن كما ترونها، من هذه النقطة المتمثلة بمطار صنعاء، انطلقت من مطار صنعاء بشكل مباشر. ويجب أن ننتبه إلى قضية بأن الطائرات المسيرة لا يمكنها الطيران بهذا الشكل عبر المياه والقدوم بهذا الطريق من أجل القيام بالضربة على الإمارات العربية المتحدة وتحديدا على أبو ظبي، لأن هذه المسافة كبيرة للغاية، هذه تصل إلى 3000 كيلومتر أو أكثر، وهذه ليست المديات التي تتمتع بها الطائرات المسيرة على المستوى الحوثي، لا يمتلكون مثل هذه الطائرات. وعلى هذا الأساس هم بالنسبة إليهم ما قاموا به هو أن الطائرات انطلقت من مطار صنعاء مباشرة إلى أبو ظبي، بل إن كانت هنالك أيضا 8 طائرات مسيرة انطلقت على الجنوب السعودي بهذا الاتجاه، ولكن المملكة العربية السعودية كانت جاهزة كما هي بالعادة واصطادت جميع هذه الطائرات وأسقطتها بالتمام والكمال وأمنت المناطق الخاصة بها، ولكن الطائرات التي توجهت إلى أبو ظبي كان لها دورا في عملية الضربة التي تحدثنا عنها، خاصة وأن المسافة بهذا الاتجاه المباشر هو 1470 كيلومترا. قد يتساءل الجميع لماذا هذه الطائرات جاءت فوق الأجواء السعودية ولم تتصدى لها المنظومات الدفاعية السعودية، هو أمر اعتاد الحوثيون أن يقوموا به، وهم نجحوا في فترات سابقة بتعدي الأجواء السعودية للقيام بمثل هذه الضربات في السابق، لذلك الأمر ليس غريبا بالنسبة لهم ولديهم المديات التي يتمتعون بها بكل تأكيد. الآن دعونا نقترب من النقطة التي تمت فيها الضربة هنا أبو ظبي التي تلاحظونها بهذا الاتجاه، الضربة الأولى هي جاءت على مطار أبو ظبي هنا في منطقة الإنشاءات الجديدة الموجودة في المطار، كان الحريق عبارة عن حريق بسيط وتمت السيطرة عليه، ولكن الضربة الأكبر
من أعمدة الدخان التي رأيناها في أبوظبي هي جاءت بهذه المنطقة، وهذه المنطقة اسمها المصفح. هنالك ثلاثة نقاط مهمة جدا يجب أن نعرفها في المصفح هنا، بأن هنالك إيكاد واحد، وهنالك إيكاد اثنان، وهنالك إيكاد ثلاثة. الضربة تمت في إيكاد ثلاثة لأن الطائرة المسيرة والطائرات المسيرة كانت قادمة بهذا الاتجاه، لذلك من السهل أن تقوم بهذه الضربة وكذلك التوجه إلى المطار بهذا الشكل. طبعا بعد هذه الضربة هي استهدفت صهاريج لنقل الوقود، وأدى هذا الموضوع إلى مقتل ثلاثة، اثنان منهم من الجنسية الهندية وواحد منهم باكستاني، وستة جرحى بسبب هذه الضربة التي تمت في هذه المنشأة الحيوية المهمة بالنسبة لأبو ظبي وللإمارات العربية المتحدة. المهم في هذه القضية، هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها ميليشيات الحوثي بمثل هذه الضربات ضد المنشآت المدنية، بل هم قاموا بمثل هذه الضربة في السابق على مطار أبو ظبي الدولي في عام 2018 بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب، واستخدموا كذلك هذه الطائرة ألا وهي صماد ثلاثة. هذه الطائرة تستطيع أن تطير على مديات من 1500 كيلومتر حتى 1700 كيلومتر، هم يمتلكون حتى طائرات مسيرة تصل مدياتها إلى 2200 كيلومتر ألا وهي شاهد 136، ولكن المتوقع بأن صماد ثلاثة هي التي استخدمت في هذه العملية لأنها سبق وأن نجحت في هذه العمليات. فالأمر بالنسبة إليهم يبدو بأنه تم بهذه الطريقة، وننتظر بالتأكيد البيانات الرسمية التي ستصدر منهم عبر هذه العمليات التي نتحدث عنها. السؤال الأهم هنا، إذا ما استمر التقدم على الحوثيين ما الذي سيحدث؟ كيف سيتغير وضع الحوثيين؟ هل سيتغير؟ هل سيتعاطى معهم الناس؟ هل سيكون في موقف صعب؟ هل سيستمر في هذه الهجمات؟ هذه القضية نظر إليها ونظرت إليها معهد الدول أو دول الخليج العربية في واشنطن، نظرت إلى هذا الموضوع ووجدت إذا ما استمر التقدم فإن الحوثي سيذهب باتجاه إيران بشكل مباشر، وهذا ما قالته قبل ثلاثة أيام تقريبا. إذا اعتقد الحوثيون أن هجومهم العسكري على مأرب في خطر، فمن المرجح أن تتوجه أنظارهم إلى حليفهم الحقيقي الوحيد ألا وهو إيران. وأضافت أيضا، كلما زاد شعور الحوثيين بالتهديد في ساحة المعركة زادت سطوة إيران عليهم بصرف النظر عن الانقسامات التي كانت قائمة قبل شهر. السؤال هنا، إذا ما تم هذا التقدم واعتمدوا فعلا الحوثيين على الإيرانيين بشكل مباشر، هل إيران قوية الآن أم إيران ضعيفة بسبب الضغط الكبير والمفاوضات النووية وما يجري فيها؟ النقطة والمؤشرات توضح بأن إيران ليست بالضعيفة أبدا. الجمعة الماضية ظهر بهذا الشكل وزير الخارجية الإيراني مع وزير الخارجية الصيني وبدأوا بتنفيذ اتفاقية مهمة جدا بين الطرفين لمدة 25 عاما تعطي متنفسا مهما وكبيرا بالنسبة للإيرانيين. بالإضافة إلى ذلك أن الأسبوع القادم هنالك زيارة مهمة بالنسبة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولديهم أيضا اتفاقية معهم لمدة 20 عاما، والروس يساعدون كثيرا الإيرانيين في المسائل النفطية، وهذا الأمر قد يكون واضحا من الجانب الصيني ولكن غير واضح نوعا ما بالنسبة للروس. هذه العالمة وهذه المتتبعة المهمة، وهي مختصة في الأحرى وليست عالمة، هي مختصة في عملية متابعة النفط الإيراني وتنقل النفط الإيراني، اسمها طبعا كلير جونغمان، وهذه كلير جونغمان هي وجدت ملاحظات اليوم لإحدى السفن الروسية بهذا الشكل وهي موجودة في مرمرة في تركيا بهذه المنطقة، مرمرة تيرمينال إحدى السفن الموجودة هنا، وهي محملة ب 800 ألف برميل من النفط الإيراني، وهي سفينة تحمل العلم الروسي وناقلة للنفط روسية، وهذه ناقلة النفط الروسية اسمها بيغاس، وهي هذه الناقلة التي هي لاحظتها اليوم والتي تحمل النفط الإيراني وحملت النفط الإيراني بحسب ما قالته جونغمان من هذه ناقلة النفط الإيرانية ألا وهي ناقلة النفط ريما الإيرانية. بالإضافة إلى ذلك بأن هنالك ناقلة تقف بجنب هذه الناقلة الروسية، هي ناقلة روسية أخرى سبق وأن حملت براميل النفط الإيرانية في السابق ألا وهي الناقلة بلو ستار، وبالتالي هي تتوقع بأن بيغاس وبلو ستار من الممكن أن نرى عملية تبادل للنفط إن لم يتم تفريغ جميع براميل النفط التي نتحدث عنها 800 ألف برميل نفط في تركيا. هنالك احتمال لهذا الأمر أن يتم
لأن تركيا قد تتفادى العقوبات التي ممكن أن تأتيها من هذه القضية إذا ما تم ضبطها من وزارة الخزانة الأمريكية بشكل كبير. وكذلك أن الإيرانيين يبدون في موقف ممتاز حتى من هذه التصريحات التي وجدناها من وزير النفط الإيراني، صرح وثبت تصريحاته بلومبرغ وقال بصريح العبارة بأن العشرة أشهر الماضية الأمور ممتازة، هنالك ارتفاع في عملية المبيعات النفطية الإيرانية، ويوضح الدور الروسي وليس فقط الدور الصيني الذي نتحدث عنه. كذلك أن معهد مهم جدا ألا وهو معهد العلوم والأمن الدولي كشف قبل 4 أيام بأن منشأة نطنز النووية التي ترونها هنا بأن هنالك توسعة كبيرة جدا في هذا الجبل الذي ترونه، حفريات كبيرة جدا أخذت ملاحظات كثيرة جدا، ووجدت بأن الإيرانيين الآن بدأوا يوسعوا المخازن تحت الأرض وتحت الجبال لمنشأة نطنز من أجل تخزين أجهزة الطرد المركزية، ولكن التخوف الغربي بأن هذا قد يؤدي إلى عملية توسعة لتخصيب اليورانيوم بشكل أكبر وبشكل مفاجئ للوصول إلى القنبلة النووية. لذلك إيران لا تبدو عليها علامات الضعف خاصة إذا ما تم التقدم على الحوثي بشكل أكبر في المنطقة، وتظل الأسئلة الكبيرة المطروحة كيف ممكن لهذه الأمور أن تحل، وهل سنرى ردا كبيرا من التحالف العربي تجاه ما جرى من هذه الضربة في أبوظبي تحديدا، أم أن الأمور قد تأخذ مسارات أخرى ويتدخل المجتمع الدولي في هذه القضية؟